السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. بنقول بسم الله ونبدأ مع بعض رحلة البحث عن الكنوز، كنوز الثراء. المتأمل في القرآن والسنة يجد أن السعداء في الدارين الدنيا والآخرة هم الأثرياء، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهم ما غيروا في عقول البشرية تغيير مفهوم الثراء من ثراء المقتنيات والأموال إلى ثراء النفوس، نفس ثرية بالقيم والمبادئ، أعمار ثرية بالأعمال النافعة الصالحة. ويقول لهم صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، العرض يعني المقتنيات والأموال، إنما الغنى غنى النفس، نفس مستغنية بالله وغنية بكل شيء ثمين في عين الله. الشخص الثري ده كان بخيل بشيء واحد، بعمره إنه يضيع، فعاش زي الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهبا. لأن سيدنا رسول الله علم هؤلاء الأثرياء امتحان يوم القيامة جابه في الدنيا عشان الناس تعيشوا في الدنيا حتى تنجوا في الآخرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه أو جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالشخص اللي فهم سيدنا رسول الله عارف إن في موازين تحتاج أن تكون ثرية، ولن تكون الموازين ثرية إلا إذا كانت الأعمار والأنفس ثرية، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. راح لربنا فقير النفس فقير الميزان. رحلتنا مع بعض لتحقيق 6 أنواع من الثراءات، عدهم معايا. رقم 1 الثراء المعرفي. في رحلتنا في البحث عن الكنوز هتاخد كم من المعلومات لصناعة العقل الراجح السوي، العقل اللي بيعرف يشوف الصح ويعرف يختار الأنفع وقراراته تبقى أقرب للصواب. هذا العقل ربنا مدحه في القرآن إنك تعيش جنب صاحب العقل ده، وياريت يبقى أنت، يوم ما قال: ولا ينبئك مثل خبير. الخبير ده كان عنده ثراء معرفي، ودي أحد أهدافنا في برنامج كنوز في رحلتنا مع بعض. النوع الثاني من الثراء هو ثراء العلاقات، وإحنا ماشيين هنتعلم مع بعض كيفية إدارة علاقات سوية صحية. هذه العلاقات تبقى سر سعادتك في الدنيا، وأحد أكبر أسرار نجاتك إنك تيجي يوم القيامة ومعاك مئات من الشفعاء والشاهدين لك بالخيرية عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي مدحهم صلى الله عليه وسلم وقال عليهم أثرياء العلاقات دول: الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. النوع الثالث من الثراء هو الثراء السلوكي الأخلاقي. الشخص اللي ما عندوش ضحايا كتير في الحياة بسبب أخلاقه الحادة، لأنه كان ثري أخلاقياً، قادر على بث سلوكيات بناءة غير منفرة، وده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه: ده أقرب واحد ليا، أقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبعدكم مني مجلساً الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. كل ده نتعلمه مع بعض عشان يبقى عندنا ثراء سلوكي أخلاقي. النوع الرابع من الثراءات اللي عايزين نحققه في رحلتنا لجمع الكنوز هو الثراء الإيماني الاعتقادي. كم الأفكار والاعتقادات والمفاهيم اللي تقف حائط صد بينك وبين الأفكار السلبية والمخاوف المؤذية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليهم في القرآن اسمهم الراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
إنسان عنده معتقدات تخليه شايف ربنا في كل شيء، فلا يرى إلا فاعلا واحدا في الكون، فيبقى ثابت راسخ تحت مجاري الأقدار. النوع الخامس من الثراءات اللي هو هدفنا في رحلتنا في البحث عن الكنوز هو ثراء الموازين. كم الأجور اللي في الدنيا وفي الآخرة اللي ربنا رصدها وأعدها لكل واحد بيعمل أعمال صالحة. في كل حلقة تاني بقولك عمل صالح والأجر اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده ليك، بحيث تتملي بالهمة أنك تبقى مقبل على هذا العمل الصالح. النوع السادس من الثراءات هو الثراء النفسي. المعلومات النفسية والمفاهيم النفسية اللي بيها تفهم مشاعرك وتعرف تتحكم في انفعالاتك وتعرف توصل للنفس المطمئنة المليئة بالسلام النفسي، اللي سماه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الشديد، اللي قال فيه ليس الشديد بالسرعة مش عضلات، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. على فكرة الشخص اللي عنده سلام نفسي وعنده ثراء نفسي وعنده الكنوز النفسية دي شخص قدر أنه يتفائل، لأن التفاؤل هي عبادة اسمها الرجاء، التفاؤل مع العمل، دايماً شايف اللي جاي حلو فبيعرف ينجو من الإحباط، الأحزان مش بتسيطر عليه لحسن ظنه في ربنا ولحصوله على نفس ثرية قادر يتحكم في انفعالاته. ومن ضمن الحاجات اللي بتعمل ثراء نفسي سماع المدائح الربانية والمدائح النبوية والمناجاة بين العبد وربه لما تخرج من إنسان صادق، يختلط الفن الراقي بالذوق المحب لرب العالمين، تفرق جدا في ارتقاء النفس وإحساسها بقرب ربنا سبحانه وتعالى. فتعالوا نسمع كده مناجاة ربنا وحب سيدنا رسول الله.